قصة سيدنا سليمان مع الهدهد من أشهر قصص القرآن، وتدور أحداثها حول أن سيدنا سليمان كان يطمئن على جنوده، ثم لاحظ عدم تواجد الهدهد دون استئذانه فغضب وتوعده بالعقاب. وعندما جاء الهدهد بخبر عظيم عن سبأ مملكة اليمن عفى عنه وتراجع عن عقابه وقال: الهدهد، إني رأيت امرأة تحكمهم ولها عرش ويعبدون الشمس دون الله تعالى. وقد حزن سيدنا سليمان من سماع هذا الخبر، فأرسل رسالة مع الهدهد يدعوها إلى عبادة الله وحده لا شريك له هي وقومها. وقد أوصل الهدهد الرسالة دون أن يراه أحد، ثم قرأت الملكة بلقيس الرسالة هي ومستشاريها وقالت: ماذا نفعل؟ قال أحد مستشاريها: نحن عندنا قوة كبيرة وشديدة وسوف نفعل ما تأمرين به. فقالت بلقيس: أن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وسوف يذلوا أهلها، وقد خافت على قومها من الحرب أمام سيدنا سليمان، فقررت أن تذهب إلى النبأ لتتحدث معه. ثم وصف الهدهد عرش الملكة بلقيس للنبي سليمان عليه السلام، وحين فكر النبأ فمعجزة تجعل الملكة تؤمن به، قرر أن يأتى بعرشها حتى تراه حين تصل إليه. وبالفعل هذا ما حدث ودفعها للإيمان بالله وحده لا شريك له.